بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نحن في حضرة الأستاذ الفاضل مكين حامد ترع، أمين عام جهاز شؤون المغتربين، لنضيف المغتربين والمغتربات المهاجرين والمهاجرات. مرحبا بك الأستاذ مكين. مرحبا بك أخونا الطيب الإيمان. حقيقة أول شيء أرحب بك في مكتبك في جهاز العميد الخارج، وترحيب خاص جدا بك أنك لعودك للوطن، وأتمنى أنك لقيت كل الأهل وكل الناس والبلد كلها لقيتها بخير، وتحية يعني عبرك خاصة جدا لكل أبناء شعبنا في المهاجر. حقيقة يمكن يكون الآن نحن في جهاز تنظيم شؤون السعوديين بالخارج زي حدثنا بعض المتغيرات في تقريرنا الكبير جدا، وغيرنا من الرؤية يمكن في 2021 بشكل مختلف تماما. يمكن الجهاز يعني قانونا وهيكلا ومشينا بعد ادفانس، يمكن يكون الآن أجزنا موضوع مفوضية شؤون الهجرة بدل الجهاز عشان تكون شاملة لكل أبناء السودان في المهاجر من المطربين والمهاجرين وحتى الحجرة غير الشرعية، كل السودانيين في الخارج نحن معنيين حقيقة بهم تماما. وفي ظل المفوضية الآن قانون الآن تحت المراجعة في وزارة العدل، والحمد لله أجزناه من الرؤية، أجيزت من مجلس إدارة الجهاز، وأجيزت من اللجنة الوزارية للقطاع الاقتصادي، ويجيزت ايضا من اللجنه المختصه بالاصلاح والاداره في مجلس الوزراء، والامور كلها ماشيه باتجاه ايجابي في تقديرنا بشكل كبير. الهدف منا فانه نحن حقيقه يعني دعنا ناخذ من الاطار القديم بتاع الجهاز، فانه يعني يمكن يكون خلق عدم ثقه كبيره جدا بينه وبين جمهور المهاجرين والمطربين، باعتبار انه فقط هو كان جهاز للدبايات وللرسوم وللضرائب والمصاريف زي كذا. نخلق منه حاجتين، دايرين نخلق منه جهاز كآلية للبناء وللتنمية ومساهمة استقطاب قدرات من شعبنا في المهاجر عشان يكون لهم مساهمات حقيقية في بناء الدولة السودانية. نعم، ده كلام ممتاز. نحن عايزين نسمع ونسمع الإخوة والأخوات في المهاجر المختلفة خطوات عملية. الخطوات العملية نحن الآن حددنا الرؤية في ثلاث مراحل، ما قبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة. نعم. ما قبل الهجرة دي معنية تماما بكل الخدمات والتسهيلات والتوجيهات على مستوى الدولة بكامل مؤسساتها، فانها تكون يعني أي سوداني خارج السودان دي أنه يكون مدرك أنه هو طالع لشنو، برنامج شنو، حاجات المطلوب منه شنو، يكون حافظ لوحه تماما. نعم. ملم بكل تفاصيل الأشياء. اثناء الهجرة دي برضه انه هو موجود هناك، انه الدولة معنية بان تقدم له التسهيلات والخدمات عشان حقيقة يحقق الطموحات اللي طلع من اجلها يكون مدعو له. مع بعض الهجرة اللي هي العودة الآمنة والمسبرة، لا بد ان برضه تواجه بشكل متكامل لكل المتطلبات حقتها. ده في برامج تفصيلية كثيرة جدا. نعم. فيها جوانب استثمارية، فيها جوانب خدمية، فيها جوانب معنية بالإسكان والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتعليم الأبناء والإسكان، دي كلها مرتبطة بشكل كبير شديد بتفاصيل كثيرة. نعم. جدا. يمكن الناس تتساءل كثيرا عن نماذج في الدول من حولنا. نعم. يعني في بعض الدول إذا ما حول المغترب، نعم، مبلغ معين من المال، ليه هو حوله عبر القنوات الرسمية؟ نعم. بيحفزوه يجيب بعض أرض، يخلوه يأتي بسيارة، تفاصيل تعارف. نحن يعني استعرضنا تجارب كثيرة جدا، تجارب إخواننا في أثيوبيا، تجارب الهند، تجارب لبنان، تجارب المغرب، كل التجارب دي، حتى التجارب المصرية، أخذنا كل التجارب دي وعملنا لها كونسلتيشن وطلعنا منها نموذج. النموذج اللي احنا الآن في بداياته ده الفيس 1 في 2021، زي حددنا انسنتيف باكج بتاعت حزمة بتاعت حوافز من 23 حافز. نعم. دي كبداية للجانب بالتحديد عشان نقدر نحن، ودي ذاتها ما قدرنا نصل لها الا بعد ما وصلنا لمرحله بتاعت التوحيد سعر الصرف اخيرا. نعم. وده واحده من كان واحده من الحياه الاساسيه جدا، لان دي الحته الوحيده اللي نحن من خلالها نقدر يعني نرد
وندي المهاجر المرتد حقه، وبعد ذاك بعد ما نديه حقه بعد ذاك نديه الحوافز حقه، يعني اول حاجه نديه الحق نعم، وبعد ذاك الحافز. والحافز ذاته نعم احنا الان سميناه ما حوافز، سميناه رد لحقوق سابقه، لانه حقيقه كان في ضرر كبير جدا واقع على نعم ابناء شعبنا، وده جانب في تقديمنا مهم شديد. صحيح انه يعني الفيس 1 ديت نحن بعد ما استعرضناه لقينا في برضه في بعض الحاجات لسه مترد نضيفها له. فيس 1 بمعنى المرحله الاولى. نعم نعم. وحنعمل له ابديت وحنعمل له ايفالويشن تقييم له بزاده. نعم. وخاده للتعديل. نعم. وللتطوير. نعم. وللتحسين. نعم. الهدف منه حقيقه هو نحن دارينا انه نعيد، مش نعيد الصغر بس، نحن دارينا حقيقه انه المغترب والمهاجر من ابناء شعبنا في الخارج يكون له دور كبير جدا جدا في المساهمه في تنميه البلد دي، وفي نفس القدر انه نقدر هو ذاته نحن نستفيد من قدراته وامكانياته وخبراته. نعم. التراكميه الكبيره. نعم. جدا. نعم. والمعرفه الكبيره جدا اللي اخذها في الخارج نقدر نعمل لها تشبيك داخليا عشان البلد ذاته تقدر تستفيد منها. هدفنا ما فقط امكانياته الماديه. نعم. بقدر ما هدفنا انه قدراته المعرفيه ذاتها. نعم. وهدف اكبر اللي هو دارنا نستفيد من مدخراته. نعم. عشان تكون نحن نقدم له حياه تكون جاذبه وتكون امنه، وده كله بتنعكس في السياسات الكليه للدوله الثنائيه. نعم، في امرين، الامر الاول بعض الناس بشكل عملي تتوقع انه يكون في سكن مخصص للمغتربين والمهاجرين في مناطق معينه في شكل كومباوند او مربعات او نحو ذلك. نعم. الامر الثاني مساله السيارات. نعم. الناس بيتساءلوا بيقولوا والله سمح للسيارات التي تأتي من دولة مجاورة. نعم. والآن موجودة ومالية الشوارع بدون لوحات. نعم. والسيارات دي بتكون قديمة 2000 2005 2006. نعم. ولا يسمح للمغترب أو المهاجر أن يأتي بسيارة إلا يعني السنة دي أو السنة اللي فاتت، أو يستثنى وتكون عنده سيارة عمرها 5 سنوات. تمام. أول شيء إحنا فيما يتعلق بموضوع السكن بنفترض ده حاجه اساسيه. نعم. وحقيقه يمكن في ضرر كثير جدا وقع على المهاجرين والمغتربين، ويعني واحده من الاشكالات المفرطه في عدم الثقه بين المهاجرين والمغتربين والدوله السودانيه كموضوع الاراضي والسكن والحياه. نعم. وكده. نعم. لان تلقى ناس الدول مثلا اراضي في الوادي الاخضر، الوادي الاخضر قريب من القضاري، يعني عشان ما اتصلوا بعد له 20 30 سنه. نعم. كويس؟ نحن الان بالفعل توسع الراس مهم جدا. حيكون عندنا مجمعات سكنيه كبيره. نعم. حيكون عندنا مدن سكنيه خاصه بالمغتربين تكون جاهزه بالبنيه التحتيه كامله كلها، بتكون باقساط مريحه. نعم. الهدف منها انها تقدر تخدم كل الفئات A و B و C، يعني الفئات المقتدره والمتوسطه وحتى الامكانيات البسيطه تكون تلقى. نعم. حظها. نعم. في الجانب التحرير، وده جانب مهم جدا شرعنا فيه، وبدينا الان في علاقات ذكيه معهم، ودي واحدة من الحوافز اللي برضه أمنا عليها اللي هي موضوع التمويل العقاري مع بنك السودان، برضه وفرنا الجانب بالتحديد. نعم. هل بدأ فعلا ولا حيبدأ؟ لا خلاص أجزناها خلاص، يعني الآن فقط في الجوانب الفنية، يمكن في السكند كوارتر ده في 2021 حتبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. وبالنسبة للسيارات؟ أي بالنسبة للسيارات، بالنسبة للسيارات حقيقة بعض السيارات ده موضوع طويل، لكن برضه أفتكر إن إحنا الآن يعني واحدة من الحاجات اللي في تقديمنا مهمة جدا أنجزناها خلال أيام الفترة الكبيرة من الظروف الصعبة جدا من برا السودان، اللي هي موضوع السيارات التريبتيك المؤقتة، الإفراد. نعم. المؤقت. نعم. الآن نحن كل الناس كان عندهم سيارات يمكن يكون عندها 3 سنوات، وناس هنا كانت عندها مشاكل. نعم. موجودة، دي كلها خلصنا منها، والآن حتجمرك. نعم. للتريبتيك للسيارات الداخل السودان. داخل السودان. نعم. للمغتربين اللي جات ظروف هنا الكورونا وغيره، وحتى اللي. نعم. كان عندهم مشاكل سابقه. وده يشمل المغتربين من دول الخليج او نحو ذلك اضافه للمهاجرين. نعم. اي زول مغترب برا جاب سياره تريبتيك الان موجوده، حصرناها تقريبا في حدود 2702 سياره، ودي ما حصلت في تاريخ الدوله السودانيه. ده تاريخ ممتاز، وهذا انجاز كبير جدا. ويس. نشكر عليه السيد الامين العام لجهاز المغتربين. دي واحده. الجانب الثاني في بعض الاشكالات الموجوده فيه احنا الان بنعالجها وشغالين عليها. الجانب الثاني اللي هو موضوع السيارات ذاته، نحن ما دارين السياره دي فعلا يستفيد منها المغترب. نعم. او المهاجر. نعم. نحن لقينا حقيقه ودسنا يعني حاجه كانت صعبه جدا، لقينا كل استثناء السيارات. نعم. يعني يمكن اكثر من 95% او 98% منها
بتمشي للسماسرة. نعم. ويمكن بلاحظه في الفيسبوك بيقول لك يا اخي 650 و300 عفوا. فدي واحده من الحاجات اللي نحن في الان في السياسه الان خدناها الان، قلنا يا اخي اي شخص مقترب او مهاجر قضى اكثر من 10 سنوات خارج السودان وهو ما زال موجود خارج السودان يحق له يجيب سياره. نعم. وهو موجود برا مش لحد ما يجي نهايه. نعم. واي زول جاء نهايه وعنده اكثر من 5 سنين طبعا يجيبه ويدفع جمارك. نعم يجيبه ويدفع جمارك. نعم. ويكون موجود هناك. نعم. دي ليه؟ لأن احنا فعلا بدنا انه هو يستفيد منه اسرته. نعم. او تكون هي ذاتها دخلت بالنسبه له. نعم. انا حكون يعني اول من يرسل سياره واكون موجود في الخارج وادفع جمارك. مرحبا بك كويس؟ فده جانب بالنسبه لي مهم جدا، وجانب بالمقابل انه نقدر نحسب المصرف بتاعت السمسره الموجوده هنا. عشان كده قلنا انه الشخص اللي بيجيب السياره دي ذاته. نعم. بندو فاسيلتيز، بندو سجلات في موضوع الجمارك. نعم. الجمارك ذاتها ما ندفع له مره واحده، لما نجي ندفع له 50% منها. نعم. من السوق بعد الست شهور الثانيه يدفع 25 والست شهور الثانيه يدفع 25 بكون كده عمل سنه نقول له بعد ذاك انك يحمل سياره. ممتاز. عشان نحسب موضوع السمسره والكلام الكثير حاصل ده. نعم. نحن دايرين حقيقه ان الشخص المستفيد حقيقه هو يكون المهاجر او المغترب. أكثر من السمسرة. أكثر من السمسرة يعني عشان نحسب المسألة دي. في أمر ثاني اللي هو خاصة دي بتخص المهاجرين. المهاجرين عندهم بطاقة اسمها بطاقة الأجانب من أصول سودانية. نعم. دي تابعة ل وزارة الداخلية. هل نتوقع أنه تتبع لجهاز نحن أوردي أمنا قلنا كل المهاجرين اللي عندهم بطاقة من أصول سودانية يعاملوا معاملة المغتربين زي كانوا مغترب تماما. نعم. كل الفاسيلتيز المستودعين نازل هم من حقهم انه يكونوا مستودع بها تماما. نعم. اضافه لذلك محل استفراجه يظل هناك ولا لا؟ لا بيظل هناك. يظل موجود هناك. نعم. موجود هناك. احنا عايزين يمكن ناخذ اكثر من الوقت ذا نشكر الله يبارك فيك. هل من مفاجاه للمغتربين؟ نعم مفاجات كثيره جدا. نحن بنفتكر انه احنا في حاجات اساسيه بالنسبه لنا مهمه جديد، يعني فعلا في واحده من الحاجات المهمه جدا اللي اغفلتها الدوله السودانيه لاكثر من 41 سنه اللي هو موضوع مشروع الضمان الاجتماعي. ده موضوع حقيقه يعني الدوله اجرمت فيه حق الشعب المهاجرين تحديدا. نعم. يعني تخيل انك تزور اكثر من 40 سنه قد له 30 سنه بقى 70 سنه، جاء راجع ما عنده حتى حق معاش. نعم نعم كويس؟ ما عنده شيء. نعم نعم. فالضمان الاجتماعي احنا الان بنفتكر ده مشروع يعني مهم جدا اللي هو مساله الضمان الاجتماعي. يس يس. نعم. عشان واحد لما نجي بعد ذاك الناس نحن خلاص ما نحن اقتربنا وعمرنا الافتراض مش بالافتراض شباب لكن قادمين يعني وكمان نحن نامل انه يعني نحن السودان ذاته تكون هجره قبل المهاجرين وليس انه مصدر المهاجرين. نعم. لكن بالمقابل عشان نامل الجانب ده اقتربنا مشروع مهم جدا ودي حاجه اساسيه فيه وبدينا نحن فيه مع اصحابنا في الضمان الاجتماعي وواحده من الحياة اللي اديها اهتمام اكبر جدا. نعم. عشان نحن دارين حقيقه تكون العوده للمهاجر او للمغترب تكون عوده مثمره وامنه. لما يجي راجع اذا كان يعني ان شاء الله عنده بياخذ هناك $1,000 اتليست انه يكون معاش عنده $250 موجوده هنا بشكل شهري. انا اللي يعني يقدر انه يغطي تكاليف معيشته بعد ما انه عمره يكون مشى وكذا يعني. ده جانب. الجانب الثاني والجانب المهم جدا اللي هو المسائل بتاعت ال وده مطروح الان نحتاج انه واحده من الحاجات المهمه جدا ان احنا نعمل بنك التنميه. نعم. للمغتربين. البنك ده نحن نتوقع له راس مال ما اقل من $1 مليار لانه يكون من اكبر البنوك ان شاء الله اللي تكون موجوده في السودان وده معني اهتماما بالخدمات وتمويل المهاجرين والمغتربين والاستثمار في الاستثمارات التنمويه بالذات في مجال الزراعه والثروه الحيوانيه من المسائل العقاريه والصحه والتعليم عشان نحن نقدر المهاجرين دول كلهم نقدر نحن نكون امناهم ذاتهم وامنوا نفسهم بنفسهم. نعم. من خلال اليه تخدمهم ذاتهم وتقدم لهم يعني خدمات تكون كبيره ومقدره تعمل فيها. الجانب الثاني الكلام ده كله نحن فكرة انه الطرحين ده ما مثل منزله مطلقه. نعم. اي شخص مهاجر. نعم. او مغترب. نعم. عنده اي فكره.
نعم بتاعت حافز، فكرة استثمارية، أي رؤية، أي مبادرة، نعم نحن نرحب بها ترحيب كبير جدا جدا. وإذا ما حسينا أن المسألة دي فيها مصلحة للناس وفيها مصلحة للبلد حنديها أولوية بريورتي في التنفيذ بالنسبة لها. وده اشتراطاتنا مع الحكومة الانتقالية، باعتبار أنه نحن السياسات الكلية الدولة السودانية لازم أنها تكون داعمة للرؤية دي بشكل كليات مختلفة. والحاجة الثانية اللي طالبها بصورة أكبر، نحن حقيقة نتطلع في أنه يكون في تمثيل يعني 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 حقيقي في المجلس التشريعي للمهاجرين المغتربين، يكون موجود عشان هم ذاته يعني يشرعوا لرعاياهم ولحقوقهم ولأشياء وكل مساهماتهم السياسية في المشروع الكلي على مستوى الدولة السودانية. نعم، نقطة أخيرة، الكثير من الناس يمكن ما سميها دول اقتراب أو دول هجرة، حال كثير من السودانيين أسر وأفراد شوية تعبانة. أنا كنت في القاهرة الأسبوع الماضي، يمكن عملت تسجيل صوتي، شهدت في أنحاء مختلفة من القاهرة في السودانيين يتسولون، دعم مشين. هل لجهازكم دور نحو هذه الفئات من الناس ولا ده شغل قنصلي بالدرجة الأولى؟ والله نحن بنفتكر أنه في الرؤية بتاعتنا اللي طرحناها، نفتكر أنه أي سوداني، نعم، سواء كان مغترب أو مهاجر، نعم، أو حتى هجرة غير شرعية، معنية يكون انكلودي، يكون مضمن في مضمن، نعم، في الكلام ده. ونحن مطالبين، الدولة السودانية مطالبة أنها تقدم الدعم القانوني والخدمي لكل أبناء شعبنا في المهاجر. قد يكون الظروف الآن بتاعت الدولة السودانية يمكن يعني تنقص بعض المعينات والنفسية وغيره، لكن دي واحدة من البلان، واحدة من الخطط الاستراتيجية اللي احنا حطيناها، ودي واحدة من الحياة ذاتها احنا رسمنا على أنها تكون مفوضية للهجرة بدل ما يكون جهاز المطربين، عشان نكون جامع لكل الناس كلهم، ونقدر نحن من خلاله نقدم الخدمات الممكن نحن نعم بها كل السودانيين في المهاجر. دي جوانب في تبديلنا محتاجة ترتيبات كبيرة، ومحتاجة ترتيبات على مستوى الدبلوماسية الشعبية، وعلى مستوى الدبلوماسية الرسمية، وعلى مستوى السياسة الكلية للدولة السودانية، عشان ما حنمشي فيها بصورة كبيرة. وأنا أتوقع بإذن الله تعالى كل الإخفاقات السلبية دي تلقى المعالجات فيها، لأنه أولا تحددنا أنه تكون فيها آلية وطنية للدعم القانوني لمعالجة كل الظواهر الموجودة ذاتها، حتى الناس عليهم قضايا يعني برا، دي كلها نحن يمكن استعرضناها مع اخوان وزارة العدل، والآلية دي موجودة برئاسة اخونا وزير العدل وكده، وفيها جهات وزارة العمل، فيها المغتربين، فيها جهات كل وزارة العلاقة، فيها اخواننا في الداخلية. فده كلها دي كلها حاجات في ترقيمنا، انه نحن يا دوب بدينا نفكر بشكل استراتيجي بمعالجة اشكالات شعبنا في الخارج. نحن كنا في ضيافة الأستاذ الفاضل مكين حامد تيراب، الأمين العام لجهاز شؤون العاملين والمهاجرين بالخارج. التعليقات، الأسئلة ممكن تكون عند الناس يمكننا إيصالها إلى الأخ الفاضل مكين، ولكم أن تسألوا ولكم أن تعلقوا، وبابه مفتوح، ومقترحاتكم مكان حفاوة وتجد الاهتمام. أحييكم، أنا الطيب رحمة غريمان. شكرا جزيلا. شكرا. تسلم. الله يبارك فيك. تسلم.